احنا نتمنى اكيد كلنا يعني ذلك، بس لو حضرتك من خبرتك بتشوف برضو ايه اللي بينقصنا علشان نعود مرة تانية سواء جاي او في حتى الماتشات اللي بعد كده، ان انا اظهر تاني بصورة منتخب مصر اللي خلينا نبقى برضو صرحة لم تظهر خلال هذه البطولة في هذه النسخة. يعني احنا طبعا اتكلمنا عن نقطتين اللي هي الـ الاراده والروح اللي لازم يكونوا موجودين، غير كده نيجي بقى للمهم اللي هو اللي على ارض الواقع، الاختيار التشكيل. لازم كارلوس كيروش يدرس منتخب كوت ديفوار كويس، لان منتخب كوت ديفوار عنده مواطن قوه مهمه جدا في خط الوسط وخط الهجوم، والتعامل بتاعهم او تعامل المنتخب معاهم مش هيبقى زي تعاملك مع السودان ولا غينيا بيساو ولا حتى نيجيريا، لان طبعا هم اسرع من غيرهم في الارتداد من الهجوم للدفاع طبعا، ومن الدفاع للهجوم زمان طول عمرهم طبعا. طب هو ولحد دلوقتي طبعا المنتخب ده عنده نفس السمات دي، المنتخب ده عنده واحد من افضل لاعبي الوسط في العالم اللي هو فرانكي سي، جنبيه سانجاري ده برضه لاعب مميز جدا، ميشيل سيري برضه لاعب مميز جدا، دول ثلاثي وسط ملعب محتاج ثلاثه يقابلوهم ثلاثه وحوش في الكوره. يعني ما ينفعش تدي فرصه لفرانكي سي انه مثلا ياخد الكره ويتقدم ويبقى عنده رؤيه يدي يمين او شمال، ده راجع لدراسه الخصم، وفي نفس الوقت لازم اتعلم من اخطاء الماضي، لازم اتعلم من اخطاء اللي حواليا الماتشات اللي فاتت. ما السؤال بقى يا استاذ وليد، هل فعلا بتشوف ان المدير الفني بتاعنا بيعمل ده؟ ولو ما كانش بيعمله هل دلوقتي ممكن نتوقع انه هيبتدي يعمله كنوع من مسمى يعني او تحت مسمى التعلم من الاخطاء، ولا لسه العند زي ما حضرتك بتتكلم؟ بص يعني انا ليه قلت متفائل، اني لو كان فضل مستمر في نفس الاتيتيود بتاعه والتعامل في ماتش غينيا بيساو وماتش السودان كنت قلت لك لا يا خلاص مفيش امل خلصت يعني خلصانه نقفل كده الحلقه دي ونمشي ومفيش حل يعني. لكن لا، هو بدا يصحح جزئيا في ماتش غينيا بيساو، وبدا يصحح جزئيا اكتر في ماتش السودان، واللي جاي لنا من طبعا احنا زمايلنا صحفيين او مراسلين بيتابعوا هناك التدريبات كويس، وبنشوف بيحصل ايه، فاللي وصل لنا انه بدا يشتغل بشكل فيه منطقيه اكتر. تفاصيل الكوره وتفاصيل الخطه ومين يراقب مين ومين يعمل مين هو يعملها بشكل كويس، هو بس يبعد عن الحته الاوفر او الالترا اللي كان عاملها في نيجيريا دي، مش هتحصل باذن الله بكره. فيبقى بس انه يدرس منتخب كوت ديفوار بشكل كويس، يعرف مين هيراقب مين عندهم. مثلا كنت بتكلم عن خط الوسط، عندهم كمان ثلاثه في الهجوم يعني متعبين جدا، لقيت فشفناه قدام الجزائر عملوا ايه. نيكولا بيبي اللي هو ده جناح ارسنال زميل محمد النني، فالمفروض محمد النني يكون عارفه وحافظه بقى ويغشش اللعيبه زمايله بيعمل ايه. عندهم سيباستيان هالر ده مهاجم اياكس وده هداف دوري ابطال اوروبا السنه دي، دوري ابطال اوروبا ده بقى اللي فيه صلاح وميسي وكريستيانو رونالدو وليفاندوفسكي، هو ومع اياكس يعني يا ريته مثلا مع فريق كبير اللي هو فرص طول الوقت. فلا فده يديك انطباع عن قيمه وفاليو هالر. يخوف ما خوفش، لكن والله يخوف لا مش هيخوف بس حتى تلاقيه قاعد خايف معاك بس بص نفس الفريق ده لما لاعب سيراليون مثلا اتعادل 2-2 ليه؟ لان سيراليون كان عندهم ايمان في حظوظهم لحد اخر لحظه، جابوا كانوا متقدمين كوت ديفوار 2-1 لحد اخر لحظه في الدقيقه 95 لو تتذكر الجون اللي مسك الكره وقعت منه وجت للاعب فانت ارجع تاني لحته الروح والاراده، لان هي صدقني في افريقيا تحديدا في الاجواء دي والظروف الصعبه دي وكل الضغط ده هي دايما هي بتكون كلمه الحسم. ليه؟ لان انا عندي تجارب اهو في البطوله واضحه وثابته. هو في اي مقارنه بين مستوى غينيا الاستوائيه والجزائر فرديا وجماعيا؟ غينيا الاستوائيه تكسب، في اي مقارنه بين مستوى جامبيا وتونس مثلا لما لعبت تونس كسبت جامبيا، وتونس شوف لما ركزت في الكوره وبقت هي الطرف الاضعف قدام نيجيريا كانت عامله ملحمه وخسرانه خمس ست لعيبه نجوم منهم علي معلول كورونا ما لعبش معاهم وقدروا يكسبوا نيجيريا وتخطوها. ليه؟ لان كان عندهم مساحه من الاراده والايمان في الحظوظ والايمان في الانتصار. انا دايما انا عايز ده يبقى لو يعني في سنين جدا يعني طبعا طبعا هو 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 اساس الموضوع، يعني هو لب الموضوع، بعد كده ممكن تبني عليه اي حاجه. فتره الانتصارات بتاعتنا بتاعه ثلاثه كاس امم مع كابتن حسن شحاته والجيل طبعا المميز في 2006 و2008 و2010 لما بنيجي نسترجع والناس بتتكلم واللعيبه يقول لك كنا بنتكلم وبنشغل اغاني وطنيه وبنتكلم عن مصر وكان في يعني تحميس طول الوقت، ما دي حاجات بتفرق في الكوره بجد. لازم ده يكون عندنا كجزء، لكن طبعا الأساس هو الدراسة والفنيات والمراقبة والسرعات وكل حاجة. فترة